ناصر ابو ناصر، خسرت اليوم خساره وخلاص الوصل، يمكن هالموسم ودع كل شيء. انا ببدا وياك سؤالي، هل كانت التشكيله اللي بديتوا فيها موفقه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد التشكيله اللي بدينا فيها طبعا ما كانت موفقه، في بعض اللاعبين يمكن ما كانوا جاهزين، يمكن المدرب توقع انهم كانوا جاهزين وبين في الملعب ما انهم ما كانوا قادرين يلعبون المباراه، والحمد لله تداركنا في الشوط قبل بين الشوطين، تداركنا وكملنا ثلاث تبديلات طبعا انتهينا بين الشوطين والحمد لله قدرنا نسجل هدف. لو كان في اكثر وقت اضافي اكثر من كذا كنا يمكن يجيب التعادل. منو يتحمل الخساره؟ والله الفريق ما يتحمل الخساره، مع اللاعبين مع المدرب. ما نحمل مسؤوليه حق مدرب، لا ما يش نحمل مسؤوليه حق مدرب، الكل يتحمل الخساره حتى من اللاعب الين المدرب هو سبب الخمسة. بس البدايه بالمدرب التشكيله كانت غير موافقه، يعني انت المفروض كان عندك ورقتين مهمات مثل راشد عيسى وليفيرا ما بديت فيهم. اكيد احنا ما نختلف ان ليفيرا وراشد عيسى من افضل لاعبين عندنا الحين حاليا في الوصل، بس يمكن المدرب حب يهاجم اكثر او يبغي يسكر الوسط ويبغي يهاجم بماهر، بس شفنا يمكن نفس ما قلت لك انا في بعض اللعيبه ما كانوا جاهزين والمدرب يقدر يدارك بين الشوطين، والحمد لله ادينا مباراه حلوه الشوط الثاني، الشوط الاول يمكن ما ادينا بشكل سليم. الوصل ودع كل البطولات. ودعنا كل البطولات، الحين لازم الاداره تشتغل على اللاعبين والمدربين في المدرب. المدرب عقده سنتين. المدرب عقده سنتين، احنا ما نشوف احنا كلاعبين ما نتكلم مع المدرب، ما يخصنا في المدرب، احنا هذا مدرب جاي يدرب الفريق. اوكي يقول لنا لا 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 احنا ما اقول لك احنا مش راضين، ليش اذا مش راضين عشان ما ين الملعب اصلا من اساسه، احنا مدرب قال سير يمين بنسير يمين، اذا قال سير يسار بنسير يسار، لان هذا مدرب جاي يدرب الفريق يعلمنا كيف نتحرك في الملعب. وقع سنتين او ثلاث احنا مع الفريق بعدنا. شكرا لك يا مايد.